مساكم الله بالخير يا جماعة. اليوم احنا متجمعين في هالقعدة الحلوة وعندنا منورين ضيوفنا خفيفين الظل الثلاثة الشياب. مساكم الله بالخير. حياك الله. يا اهلا وسهلا. اهلا مرحبا فيكم. ان شاء الله بندب اليوم. اي مو الاكل عدل اليوم بتشوفون. أيوة. ان شاء الله. ومنورتنا وردتنا الحلوة من تونس مروة الصوت العذب الحلو ان شاء الله. واليوم نطبخ طبختنا احنا عشان كذي اخترنا اليوم الاكل من صوب تونس والمغرب، فماخذين الكسكس بنشتغل فيه، وعندنا الفواكه المجففه، وعندنا الموزات اللحم، فبنسوي الاكل كله يعني على الثيم التونسي. وعشان اقول لكم ان اليوم اكيد من تونس جايبين لنا بهار من تونس، جايبت لي مرت خالي ما قصرت. الله. مرت خالي من تونس والبابريكا والتحميره الاشياء كلها اللي راح نستخدمها. ببدا وياكم الطبخه، بس قبل انا ما عرفتكم بسامي الضيوف. عندنا اليخاندرو، وعندنا روميو، وعندنا اللي ما اعرف اقول اسمه مرشيغو. مرشيغو مرشلاغو مرشيغو. فاليوم قعدتنا حلوه وظريفه، وان شاء الله يعجبكم الاتموسفير على قولتهم القعده اللي احنا فيها. ونكمل وياكم نقول لكم شنو بنطبخ اليوم. عندنا الفخذ، فخذ اللحم. وداود شو سالفه؟ اكل تونسي كله. اي احنا ما ندري ما نعرف. انتم عقب موش على خلع. فهذا الفخذ راح نحشيه الحين، بقول لكم الطريقه شلون راح نحشيه. وعندنا بنسوي الكسكس وهنفس الشيء، وعندنا موزات اللحم. بس انا عشان اسهل لكم بالامر ما راح اسلق لكم كل الموزات كلها، راح ابتدي بموزه واحده احطها بس عشان تعرفون شنو نحط وياها. هي مسلوقه لان بناخذ ماي السلق ونشتغل فيه حق الكسكس اللي بنسويه. هذا موز. هذه موزه الحمه مو موزه. الموزه راح نحط ورقه الغار، نحط الدارسين، الهيل، وشويه مسمار والستار عدل، وشويه بصل وياها. هذا البصل كهو يبنى. هذا طبعا كذي تجربه قدامكم بس عشان انه هو اساسا بيكون مستوي، بس عشان تعرفون انا ايش بسوي بالضبط. ونخليها تطبخ، وطبعا المفروض نحط لها شويه طماطم. حط شريحه طماطم وياها. ايوه. وخلها تطبخ من غير ملح، بعدين لما تستوي الموزات بيطلع عندنا الستوك، نطلع الموزات ونشيلهم من الستوك. اهم شيء عندنا الفخذ. الفخذ العاده شافوني اسوي الخود من قبل اللي هو الفخذ الضاني، بس هالمره على طريقه مثل ما وصفوا لي اياها من تونس، يحشونه بالكسكس، ومو بس الكسكس، وياه الكبده. الكبده. ايوه الكبده مقطعه هذه، طبعا الكل يعرف الشيء. انا ما راح احمس قدامكم الكبده. شويه سمنه وبصله وبهار اللي هو البهار اللي هذا، وشويه دارسين عشان نسهل حشوهم مقطعينهم. فمقطعين الاراسيه والمشمش الناشف والنوع الثاني من الاراسيه والزبيب كله مقطع ونحطه مع بعض، وشويه بقدونس اللي يحب يضيف بقدونس. انا البقدونس بخليه حق البستيله، بس اللي يحب يضيف لها هم يتركب وياها. والبهار اللي هو البابريكا، والبهار التونسي المخلوط او الناس يسمونه راس الحانوت، احنا نسميه فلفل احمر وفلفل اكحل. ايوه فلفل اكحل وفلفل الاسود. شوف عاد شلون طريقه التسميه. ريم المكاحيل. من مكاحيل. ها. فالحين بس عشان افضي الطاوله بقول لكم فاصل صغير وارد لكم مره ثانيه انا ومروه نشوف ايش بنسوي في هالفخذ. هذا الحين سوينا لنا مكان عشان نشتغل فيه، وهذا الكسكس جاهز، بس يحتاج الى كوب من الكسكس وكوب من الشوربه اللي هي شوربه اللحم، او ماي حار اذا ما في شوربه. ماي الحار جاهز. اعطيني شوكه. ايوه نحركها شويه وهو بروحه راح يستوي. الحين ايش بضيف له انا؟ هذا منكهات. احنا هو في الميه فيها اوريدي، فيها ملح وفيها كل شيء، بس نضيف لها المشمش المقصص الناشف، وشويه من الزبيب الناشف. اساعدك. اي يلا حياك مروه. وهذه الاراسيا الصفراء او اللي نسميها احنا الجوجه الصفراء عدل، والاراسيا السوداء طبعا كلها مشيوا للنوى منه. زين وهذا الله. الحين شوفي انت فيش كل هذا وين بيروح؟ كله داخل الفخذه. نعم داخل. وش عندنا؟ عندنا الكبده اللي قلنا لكم. ايوه الكبده راح نحطها هني.
طبعا نكثر متبدح احنا بالطعم كله ونخلطهم تبعهم نخلطهم بعض. نعم هاجي لكم علي. يلا عندنا اكله اي اسمها مسفوف. مسفوف نسويها بهالطريقه بس من غير كبده. نسويها على السحور على طول يعني دائما السحور الصبح. نسوي كسكس مع الزليبيا من عرش شنو تسميوها زلابيا بالضبط وسكر وتمر وتخلطها. الله هذه للسحور. هذه للسحور. فانت ذكرتني الحين في الاكله. شوفوا شلون هذه يعني الحين انا اللي وصفوه لي ان تنحشي هالشكل ولازم يكون فيها سويت اند ساور شيء حلو شيء مالح فمخلوطه كلها مع بعض. بنضيف لها شويه من البابريكا فلفل احمر. الاحمر انا ما حطيت فلفل حار خفت ما حد ياكل حار. وهذه اللي هي البهارات بهاراتكم بهارات تونس. ولا احنا بهاراتنا ما استخدمناها كل اللي بنستخدمه بس شويه من القرفه. هذه قرفه شنو هذه اللي هي الدارسين. إيه؟ اوكي زياده شويه من القرفه من الدارسين بنحط هنا شويه وياها. هذه الحشوه صارت تقريبا الحين جاهزه. الحين عاد انا مفروض البس كفوف بس انا والله لان تبهيرة الفخذ. شوفوا هذه الحشوة جاهزة. هذا الفخذ شيلي هذا الماعون كماري. أيوة ما عليك بس خلاص هذا فار الماي. الحين هذا شوف الفخذ مخلي شايلين العظم عنه عشان شحم بعد أي عشان نحشيه وناخذ على راحتنا. فش بنستخدم ناخذ وين البهار داود وفخذ شنو هذا خروف اكيد يعني فخذ ارنب مال فمن بهره كلش زين مو لايق علينا احنا مطبخك ابدا برا وداخل بالقرفه والملح يمكم اركاب اعطينا شويه الملح برا وداخل كله متدارسين وبعدين اخر شيء بنحط التحميره بعد انا تريعت من الحين يلا ان شاء الله ان شاء الله يعجبكم يلا ناطرين الحين حطينا البهارات اللي احنا نبيها طبعا التحميره هذه بنخليها من فوق ما راح نحطها من داخل نحطينها بالحشوه على طول راح نحشيها بهالشيء بالحشوه هو ياخذ لا تخافون الحشوه تقولون وين تروح لا الحشوه بتروح داخل كلها يكفي معنا اي نعم نترسها تراس عدل وبعدين بنخيط اطرافها هذه ما خلطت مني احنا عندنا نفس هالاكله بس على فلفل محشي فلفل. يعني بدل هالشيء فلفل ونحط داخل الكسكسي اي اللحم صراحه اول مره ها ايه. عمليه هذه اي هو عشان ليش ما اخليه عشان عقب لما تجي تقصصه يطلع لك الطعم كله داخل ما في عظم يأذيك ولا شيء نعم الحين بنخيط هذه هني وبعدين عقب ما نخيطها بنحط التحميره طبعا بنكفي انا ما راح اذيكم بالتخيط واللوية ببتدي بشيء ثاني مو احسن؟ مبنج عاد ولا؟ ها؟ مبنج؟ منو؟ قبل الطيبه لا بس مدلدقين شويه عشان يوسع صدره يلا يا كماري تعرفين تخيطين ولا خيطانه؟ يلا خيطين خلي فتحة عشان نكمل باقي الحشوة عقب يجيب لي احط التحميرة انا قبل الحين خلنا نغسل يديني وابتدي بشيء ثاني ابو داود خياط صدقي اي ابرة وخيط ها انا اخيط ملابس تبي اجرب على اللحم عادي خاص يعني اي تجرب خيط والله اكله صعبة اي هم لازم يقول تسوي الاكل الزين حق الغالي اللي ياكل انتم غاليين تسلم الله يسلمك فاول ما نبتدي نحط الخيط اخذيها وخيطيها عدل زين ويبيها عشان اوريهم شنو التحميره اللي تصير من فوق اوكي ورجي هذا كله داخل يلا الحين فاصل ورد لكم مره ثانيه ردينا وكاكوماري جابت لي ما قصرت سوت الفخذ خيطته الحين ايش بنسوي؟ ابي واحد منكم بس يصف لي اول البصل ويصف فوق الطماط عشان تشاركون بالطبخه يلا 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 حيك رامي تبي تجرب دق هبان اعطيك شوكه ولا بتشيل بدينك؟ انا بدينك بدينك يلا صفى بدينك اول صف لنا البصل ثاني صف فوق الطماط انا ما احمر الفخذ هني الفخذ يا جماعه يحتاج الى لون تحميره هني فوق انا الحين ايش بسوي يا جماعه؟ ابى احط هني التحميره على قولتهم اللي هي البابريكا وصبغ الزعفران شويه من البهار فانا احطه كله هني فوق داود تو مروه قالت في شيء مزفوف شنو كان؟ مزفوف شيء كذي اكله هذه اكله بسحور ما في مطبوق مطبوق هذا تاكله تزعل فنحمرها نحمر الفخذ عاد احلى شيء هالبهار اي نعم لانه يحلي الاكل نعم ولازم فوقه شويه ملح عشان يصير مقروش ويكون طعم الملح مكياج احنا قبل لا ننسى يا جماعه قبل لا ننسى عود دارسين او عودين دارسين تحت بس عشان ريحه ورق غار
وكم حبه هيل ومسمار في الارضيه بس تاخذ زنخه اللحم. عجيب عجيب. ايوه. وبعدين من الصوبين طبعا هذا يتحمر. والله الريحه عجيبه يا ابو داود. حبيب قلبي. اي والله الريحه. انطر انطر لما يستوي هذا بس البهارات قبل لا قبل لا قبل لا تنحط بالفرن. بس زين الناس صايمه مساكين شلون عليهم الحين؟ عليهم بالف عافيه. يلا هذا يقول ايش يسمونه يقول الصيام لازم تجاهد فيه جاهده وجاهده. صح. اذا ما تعبنا ماكو فايده. يلا وهذه التحميره. دم هذا. اللي هذا معروف يعني مثل لون الزعفران بس عشان يتحمر وتشوفون لونه عقب شلون يستوي. صف لنا الطماط بعد. الطماط. اي الطماط. فوقهم شي فوق بعض. ايوه اي نعم. مثل ما سويت البصل سوي لنا الطماط. يلا بشوي. صف البصل كم يبكي. لا علي شلون مخليني اقص البصل؟ طبعا طبعا انا مش كارمادية فالبصل لعبتي. اه. اي والله. وكل من البصل ما حصل يقول. بالضبط. ومن الرويد؟ يا عويد. عويد. ايه. ومن الثوم؟ على قولة هالامارات كثر ما تروم. تمام. آه. الله. يعني الحين شيلي بابا هذا خلاص. اسمح لنا نجيسها ابو داود. جيس بس لا تدمر دينك لان فيها التحميره الحين راح توصل دينك. يصير نطق وياها سيلفي. واضحه عندك كذي بس شوفها. شوف الحين ايش عندنا؟ عندنا ثوم داير ما دايره وكم شرحه زنجبيل عشان تعطي الطعم. الثوم شنو فائدته اذا حطيته؟ الثوم كل فوائد الدنيا فيه. طبعا معروف. نعم. يقول لك اكل ثوم وانسى شنو؟ يا ثوم. وانسى الهموم. الهموم. يا هموم. انسى يا ثوم. لا معروف جد وايد مفيد ترى. الحين الله يسلمكم والله. عندنا هذه الفواكه المجففه بتصير داير ما دوره. عشان تعطيه الطعم الحامض الحلو. هذا شنو اللي حطيناه هناك؟ كشمش اسود وكوجا الناشفه اللي هي الاراسيه وهذا الالو على قولتهم الالو احنا نستخدمه اهم نوع من الكوجا في كوجا صفراء اللي هي ايش يسمونها عاد بالانجليزي ما ادري بالانجليزي بالعربي ابريكوت اي كوجا كوجا احنا اي كذي صار جاهز. ايش عندنا الحين؟ ابي الله يسلمك احط شويه ماي. لازم الماي يكون حار ها؟ نعم كوب ماي وينحط بالفرن ها؟ على طول الحين نقصدره ونحطه بالفرن، الماي انا لازم املحه شويه عشان ياخذ لان ما ملحنا تحت الخضروات ملحنا شيء بنملح الماي شوي، هذا الماي شويه ملح ونحط له بعد زياده بالطعم شنو؟ شنو؟ بهار تونس فلفل احمر، اه فلفل احمر شوف وبابريكا نعم فلفل احمر يصير نسوي غرغره بالماي؟ لا الحين ما راح اصبه من فوق من تحت بس ها. ليش بداود من تحت؟ عشان ما يشيل البهار اللي حطيته يبا كله. أه. انا اللي ابي البهار يتم مكانه. افكر صح. بس يتقصدر ويدخل الفرن ونرد حق طبختنا الاساسيه الثانيه اللي هي المسك. الحين يا جماعه انا بس بدخل الموزات. أنا طبعًا قلت لكم سلكت موزة واحدة الحين مسوين أربع وهذا الماي مال الموزات نفس الطريقة اللي بنسويه بس بنحمرهم بالفرن عشان نسوي الطبق اللي هو المنشود على قولتهم هي شوية زيت كماري شوية زيت شوية مو هاي زبدة وزيت الزبدة تعطي نكهة حلوة بس شوية وهذه الموزات نصفهم هني بسم الله أبو داود عندي سؤال عيوني تفضل الحين هذه الأكلات انت مألفها ولا ناس طابختها قبل؟ طبعا ماكو شيء انت مألفه، انت تشوف الطباخ عدل واللي يوز لك تسوي وتضيف له منك، هاي طبعا واحده من الموزات تفللت فمو مشكله. يعني هذه تاريخ الموزات منو كان يطبخها؟ منو كان يسويها؟ كل شوف كل ابونا احنا بالخليج هني اللي عندنا اصول من فارس اصول من العرب اي هذه موزات شيء يعني عندهم يقدمونها حق الضيف الغالي إيه؟ لان هي احلى لحمه إيه واترف لحمه انا شميت ريحتها يعد اي الحين كل اللي بنسويه حبيب قلبي بس ناخذ شويه من القرفه هذه كذي إيه؟ عليها البهارات لازم منها والبهارات كاهيه
والبهارات التونسيه فوقها على طول، والتحميره شويه. طبعا اكو ناس يحطون بالتحميره فلفل حار، احنا مستخدمين بس البابريكا البارده، خايفين اكو ناس ما تاكل فلفل. عاد انا اعشق شيء اسمه الاكله الحاره. جايبين لك هريسه تونسيه موجوده وراح نقدمها مع الاكل. نعم، عشان انا قلت لهم هي لعبتي شويه والله. زبده من فوقها هني عشان تحمر عدل. بس طبعا هذا الفرن مشغول اللي تحت، فبنوديها الفرن للداخل. وديها كماري اللي تحمرت يبيها الحين. بس دير بالك كماري مو تاكلين شيء ها؟ لا هذه تزيد ما تقصر كماري. موزه ما اخذت لها تنهار. لا عندنا هذا الكسكس ياخذ كل كوب كوب. فاحنا الحين عندنا هني حطينا 4 اكواب. بس انا عشان اخذ لكم المجرمنت عدل، هذه 3، هذا الرابع، وهذا الرابع. وطبعا هذا اللي مو متروسين فبنزيد نص فوقهم عشان يصير 4 بالكمال والتمام. وش عندنا هني؟ عندنا الاراسيه، عندنا المشمش الناشف عدل، عندنا الاراسيه الصفراء الثانيه. هذه نفس اللي حشيناها نفس اللي حشيناها لان هذه بتقدم هذا وياه بلاك ابل. نعم، وشويه من البقدونس. معدنوس. معدنوس عدل. معدنوس يعني شنو معدنوس؟ يعني هذا. وبعدين بالشوكه نحركها كذي ونخليه هذا مجرد 5 دقائق على البخار ماله بيستوي. اها ان شاء الله. نحن هذه الطريقه اللي عندنا نسوي فيها الطاجين. عدل. عندنا الطاجين تونسي. نعم شباب، نفس الخلطه تقريبا، ونحط العجينة. إيه؟ أوكي، ونحط عليها هالخلطة ويصير طاجين تقريبا. نفس الخلطة اللي عندنا هني حطيناها. وطبعا ما نستغني لازم شوية البهارات. البهارات ولازم شوية من الزبدة. هي بتبدأ ترى بي أشوف شكلي. يلا تفضل. الحين أنا راح أسكبها في ماءٌ أكبر. بس أنا شحق جبت هذه؟ أنا جبت هذولي لأني ما بيحط ديني هو حار. ما شاء الله ما شفت. الله، عشان يوصل لي تحت. عجيب. خليك عدوش تعلم. راح تذوقون طعمها وتقولوا لي اليوم. الحين هذه طبختنا الثانية خلصت، والحين الطبخة الثالثة اللي هي الميني باستيلا على قولتهم. بخليه بس يرتاح، بجهز حق الطبخة الأخيرة اللي هي البستيلة، اللي بخلي أنامل بنتي الغالية مروة تلف ويانا إن شاء الله. ضروري نردكم بعد شوي. وردينا لكم الحين مرة ثانية. عندنا بنسوي البستيلة، يمكن سوينا البستيلة العادة شايفينها مفروشة وفيها البيض وفيها مش عارف. هذه بستيلتنا احنا، بعض أكثر عيالنا ما يحبون البيض، فاحنا اختصرنا. الدياية مسلوقة سلق عادي، واخذناها طبعا انا بسوي قدامكم شويه. في طول ما انا احمس هني بنتي مروه راح تلف هذه الحشوه كهي زاهبه هني. والحين بقول لكم انا طريقه الحشوه وهي تلف الحشوه. بحط شويه زيت وشويه بصل، نحرك البصل شويه مع شويه من البهارات التونسيه، مع شويه دارسين، مع شويه شنو ذي؟ شكر. فرينه، نحن نسميها فرينه. لا احنا عندنا الشكر والجوز. طبعا هذا الجوز عجيب، وهذه الجيد. الدجاج اللي هو مسحب مسلوق ومسحب مشوي على الجلد، ونحمسه مع بعض عشان ناخذ النتيجه هذه. طبعا شويه معدنوس. معدنوس؟ اي يلا. خلاص كماري راحت عليها. يا حبيبة قلب يا عمري، عسى الله يسلم عمرك. كماري شوف هذه. والحين في طول ما انا اسوي هذه البستيله انت تحط الحشوه. كماري بتشوفني الحين انت راح تكمل. كماري كاهي تحمر اللحم. شوفي انزين الف ها. ايوه تلفينها مو لزوم كامله، للنص بس عشان ما تصير فيها عجين وايد تصير فيها الحشوه كثيره. وبعدين عندك المقص تحط نقصها. ايوه نقصها هالشكل. عدل. الله وبعدين نقصها على مرتين وتحطها هني ونرصها هني. ويلا تفضلي. سهل من هاللي جاينا. فتش الباب شوف من جاينا. يبا فتش الباب. شوف الشياب وداود شو السالفة؟ هذا نحطها. اي نعم ما نروح لقدام. غلطانة ترى. يلا احنا نشتغل نزيد عليها شوية زبدة عشان تنكه فيها زيادة. انا ما حطيت الزبدة اول شيء عشان لا تحترق لان المقلة وايد حامية.
طبعا ما لازم شويه، هي فيها ملح وسكر، وحط نحط شويه دارسين. من عندكم يبا من جاينا؟ الله يا هلا يا هلا. عادت عليكم صيام كل سنة وكل عام. الله يخليك يا بعد روحي. الله عسير بقعة متخمة ولا عشو 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 عيالي. انتوا عاد جايين القرقيعان واحنا قاعدين نصور الشو، لكن النقص الظاهر يصير لكم حبيبتي. وش؟ بقامتكمها ولا توازي علمها. تسلمي. عرفتوهم يا جماعة؟ أكيد عرفتوهم؟ هذه شهودة. تعال بدور، تعالوا. الله يخلي الشياب، الله يخليك. يا سلام. ما تعرف تطبخين شهودة ولا لا؟ الله جبتي القرقيعان، احنا حضر القرقيعان. يلا خلي يشوفونا. حقي بعد انا؟ عاد ماشي مع نفسي. انا في قرقيعان اللي فيه موزه. مشت وياك اوكي؟ شوفوا يقول عط الخباز خبزه لو باق نص عدل. هي ما باقت، زادتها حلاوه من هالديات الحلوه. حبيبي تسلم عمرك. شوفوا لفتها ايش حلوه، احسن من لفتي انا. لا والله لا. وهذه الحشوه يا جماعه انا بالعماله سويت لكم الحشوه عشان تشوفونها. بصله وشويه زيت وزبده، وحطينا شويه مقدون بعد معدنوس بالضبط. واللي يحب يضيف لها ثوم، انا ما ضفت الثوم، خليته من غير ثوم عشان الناس ليل ما بي بالنص يعني. بداود صح؟ بالنص صح؟ ايوه الى النص. أيوة. وتقصها؟ نعم. هلا. نقصها. وبعدين على مرتين. وبعدين على مرتين. يلا. هلا. هذه طبخاتنا اكملت الحين، عقب ما قرقعوا علينا الحبايب الحلوين ما قصروا. كل عام وانتم بألف خير. الحين عاد احنا القرقيعان، شهوده قالت لنا قرقيعان وقرقع، هذه مالت البنيات، مالت الصبيان. شنو هي؟ سلم ولدهم يا الله، سلم ولدهم يا الله، سلم يا الله. نعم. عقب القرقيعان الحين ابن انشبي بقى عشانه، رد لكم. هذا عشانه ذهب، الحين بس كبه لكم، عقب اخليكم تذوقون. يا الله من المله شويه صغيره. والله الريحه مو طبيعيه يا ابو داوود. بعد روحي صحة والف هنا. بنواسيه وعشان ما نحبه ناشف زياده عن اللزوم، فش بنسوي؟ بنسقيه بنفس ماي اللحم قبل لا نصف اي شيء فوقه. بسم الله. لازم نغني له ساق العطر. نعم. هو عادة الكسكس لازم يسقونه بالمرقة شوية عشان يصير فيه شوية لدونة، مو رطب مرة واحدة، لكن لا فيه الطعم عشان ما يصير حث، يصير مغورق شوي. نعم. كذي نجيب الله على الموزات. هو ذايبة اللي هو الموزات ذايبة بالروح. الله هذه مفتلة. وداود شكل النومة عندك اليوم بعد العشاء. الساعة المباركة. شو قومنا بعد هذا؟ وهذا المقطع بعد بالنص. ميت. الله أكبر. الحين عاد انزقرته لكم شوية. ها؟ من كثر ما هو دايب أحس أضيع ولا هو تشوكلت ما أدري. بدور يعان. هذا الطبق طبعا شفتوا هذا البخل استوى وياكم، وهذا استوى الحين المويعين اللي سويناه اللي هو البستيله او البقلاوه البستيله. هذا اخر شيء ها؟ نعم، لان احنا سوينا معه صغير، بس سوينا احنا مسوين واحد عود ومزهدينه. يا سلام. ايش يبي له فوقه؟ لازم الدارسين والسكر.
شويه زين شكل ونرفع. الله هذا دش قبل لا يصير. نعم. شويه شامبو خاصين عاد هو الصاف. والله ايش رايك يا مروتين الصفي؟ وايد لذيذ. اي طبعا. اي والله تبين تيني هالصوب اخ اوخ هذا عندي كني اجي لك هالصوب. ها عدل؟ يلا اصلا شكلي بصف وباكل. صحة وعافية. شلون طعمه؟ عجيب عجيب صدق والله لذيذ. شكلي بصف. يلا يا جماعة انا سويت لكم اياه ترى نقصتنا اليوم حق عيالنا. احنا العادة تطرش النقصة برا بس يوم عيالنا متجمعين فهذه النقصة لهم. نقول لكم ألف صحة وهنا. نصفقة عشو وحدة هك هللو عشان لام. ايوه قرقعان وقرقعان بيتك صير ورميضان عادت عليكم خيام كل سنة وكل عام. يا الله سلم الكويت يا الله نحفظها عسل بقعه مكتومها ولد وازي اهلها قرقعان وقرقعان بيتك صير ورميضان عادت عليكم صيام كل سنة وكل عام. يا الله تحافظ الشياب يا الله تخلي مروة عسل خير ابو داود هلا عشو هلا الله.